لكن بالعراق مزقوف. المزقوف البصراوي هذا يعني لا بعد. لا يعلى عليه اكيد. ايضا يعني احنا على فكره يعني الاكل بالعراق طعمه غير مختلف. هاي من الاشياء اللي تحزنني وانا لازم ترجع بعد. لازم نرجع. لكن بالفعل بعيدا عن هذا الكرم كان ضيافه اللي عملوها على الكورنيش. صح 100 جمل و200 خروف. صح كرم مش طبيعي بالبصره كرم. صح وهذا يعني هو طبيعه العراق. صح من شماله الى 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 جنوبه. صح كلهم نشوفهم دائما يعني قلت لك انا بالبدايه انه يكيفون بالضيف يرحبون بي. شنو في العراق؟ كلهم يعني بالبصرة أو شمال العراق أو بغداد. نعم. كل المحافظات يعني. أنا خليني بس أذكر الجولة الأولى شهدت شكل المنتخبات كلها كيف مستوى المنتخب اللي لفت انتباهك الأسماء؟ شفت مباراة العراق قلت لك أنه كانوا اللاعبين يعني قدموا مباراة جيدة قدموا مستوى جيد بس أنه ما حالفهم الحظ بعض. نعم. بعض الفرص اللي ضاعت. المنتخب القطري المنتخب البحريني المنتخب السعودي بعد بس تعرف انت اول مباراه دائما يعني تكون صعبه يعني على انه على الفرق بعد يعني انه بطوله كل فريق انه يريد يحصد 3 نقاط ان شاء الله نشوفهم بالمباريات الثانيه. اكيد ان شاء الله نشوف المنتخب العراقي يظهر بصوره جميله وصوره تليق باللاعبين وتليق بالعراق بعد ما انه تعرف انه المنتخب العراقي يلعب على ارضه بين ناصر بين جمهوره كلهم يعني بالبصره او شمال العراق او بغداد. نعم. كل المحافظات يعني. انا خليني بس اذكر الجوله الاولى شهدت شكل المنتخبات ان شاء الله يقدمون مستوى جيد. وايضا يعني انت كنت امام منتخب ليس بالسهل المنتخب العماني منتخب قوي مرشح جدا ان يذهب بعيدا في البطوله. قدم قلت لك انه حتى المنتخب العماني انه قدم مستوى امام المنتخب العراقي وبعد الجمهور انت شفت الجمهور اللي بالملعب هذا دائما انه هذا مو جمهور هذا جيش يحفز يحفز اللاعبين وينطيهم الدافع المعنوي. خلينا اوريكم ايضا اسالك على العنابي لانه انت قريب وموجود في الدوري. العناصر اللي تواجدت مع المنتخب كيف شفت بعضهم مشاركات اولى بعضهم غابت يعني اسماء كانت حاضره وموجوده لفتره طويله اليوم للمره الاولى نغير على مستوى المنتخب. شفت انا المباراه يعني خاصه اللاعبين يعني اللاعبين اغلبهم انه لاعبين شباب قدموا يعني قدموا مباراه جميله قدموا مستوى جميل وخاصه انه ان شاء الله يقدمون مستوى جيد. اكو لاعبين انه يلعبون لاول مره وقدموا مستوى جميل يعني مستقبل لهم يعني مستقبل كبير انه انا اعتقد ويسوون ان شاء الله يعني الكثير في البطوله. حصل الفرصه في خليج هو اول مباراه قلت لك وسجل وخذ بعد افضل لاعب بالمباراه. شيء ممتاز بالنسبه لك كبدايه. طبعا ودائما كاس الخليج ولاده باللاعبين يعني خاصه المنتخبات يعني العراق المنتخب قطر شوف دائما انه كل بطوله يظهر لك لاعب. صح. لاعبين احنا خاصه العراق بعد كل بطوله او كل مباراه وديه تكون دوليه او بطوله رسميه تلاحظ انه تشاهد لاعب او لاعبين يلفتون النظر ويقدمون مستوى جيد. يعني انت شوف بالنسبه للعراق انا بالنسبه لي رغم انه يتواجد من فتره لكن في بداية الخليج 25 اكو لاعبين انه يلعبون لاول مرة وقدموا ابراهيم بايش كان تحس انه يبي يلعب في كاس الخليج. صح يعني مزج على كاس الخليج. هم اللاعبين كلهم يعني قلت لك اللاعبين المنتخب العراقي كل اللاعبين انه عندهم حماس انه عندهم